الانترفيو ايكونوميك. الانترفيو ايكونوميك اليوم نحكيه على حصيلة مؤتمر تيكاد 8، نحكيه على الحصيلة الاقتصادية مع سي ناصف بالخيرية كاتب عام غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية. أهلا وسهلا بك سي ناصف، مرحبا بكم. شكرا لك على قبول الدعوة. قبل ما نغوصوا في الأرقام واللي قاعدين نقرأ فيه في أكثر من مكان حول الحصيلة متاع مؤتمر تيكاد 8، نحب نحكي شوية في البداية على الجانب التنظيمي، لأنه تقريبا في نفس هذا المكان شهر التالي كان ضيفنا سي بالعباس، سي الهادي بالعباس، واللي هو رئيس الغرفة التونسية اليابانية، غرفة التجارة والصناعة، وأبدى بعض المخاوف خاصة من الجانب الياباني فيما يخص كل ما هو تنظيمي، بنية تحتية، استقبال وفود، المطار وغيره وغيره وغيره. هل في بعد التنظيم، هل كان الجانب الياباني راضي على التنظيم متاع الدورة هذه؟ هو الحقيقة الجانب الياباني بتبعته منظم للدورة، عنده هي اليابان والأمم المتحدة والمنظمة الإفريقية وتونس. تونس البيوت، دونك البلد المضيف، لكن في كل ما هو بزنس فورم وكليسار الكل ذاك في التنظيم غير البروتوكولي هي جترو. دونك جترو اليابان هي نظمة البزنس فورم، والبزنس فورم وقع تحديد برنامجه بعد بعث الحكومة التونسية اللي قامت بعض التحويلات عليه من الناحية البروتوكولية ووقع تنفيذه. الحفل الافتتاح هذاك التونسي، وخارج المنطقة كل ما هو تنظيم خارجي هذاك التونسي. واحنا الغرفة قمنا مثل القطاع الخاص، ونركز على النقطة هذه، قمنا بتنظيم برنامجنا التيكاد. بدينا فيه توعنا عام وتسعة شهور، بديناه في لايكو داير في نفس المكان في 4 ديسمبر 2020، بعد 4 شهور ولا 5 شهور من الإعلان الرسمي. دونك عنا عام وثمانية شهور خدمنا عليهم بتنظيم بطبيعة الحال بتمشي علمي، عملنا الرود ماب بتاعنا، كل شهرين ثلاثة نعمل ملتقى يخص ميدان الميادين، وحضرنا فيهم التوانسة اللي هما في الميدان لبريفي أنكور أون فوا، واليابانيين اللي يخدموا نفس الميدان، وصار تبادل آراء وأفكار وسمعونا هما بطبيعة الحال. ودور الملاحظة اللي نعملها في أول مؤتمر شاركوا 2 ولا 3، في آخر مؤتمر شاركوا 80 و90 ياباني أونلاين. دونك ثم توتيوم أبروش دون لو طون، سي سا لو بلوس امبورتون. وانا ظهر لي نحب نركز على النقطة هذه باش انا نقول علاش وصلت للنتيجة كالك سوا ليفاليسيون تاعها. فما بطبيعة الحال ما كيفاش نقولها، اللي يقول لك باهي، ثم يقول لك متوسطة، اللي هو من الجانب التونسي اليوم، من الجانب التونسي فما رضا على التنظيم عموما. ما نعرفش هل هذا الجانب الياباني كذلك في نفس هذا الرضا بالنسبه نحكي مش على البرنامج وعلى ما تكفل به الجانب الياباني، نحكي على التنظيم ككل في استقبال التنظيم الياباني. الحقيقه ما كانش عندهم ملاحظات اللي لازم تكون تصورهم، وما سمعتش حاجه اللي تقول ما ثماش تنظيم محكم. تنظيم، واحنا تبارك الله عندنا تجربه في التنظيم، ما عندناش مشكل في التنظيم ولا مش بالانفيرتور هذه. فوالا، مي الرضا موجود نتاع التنظيم. أنا حتى السفير اليابان أعلن على رضاه في يتكلم باسم الحكومة اليابانية نتصوروا. والحقيقة اليابانيين فرحان برشا باكتشاف تونس، خاطر هي النقطة الضاوية في الارتكاد، هي هو اكتشفوا تونس واكتشفوا بلد اللي عندها طاقات وعندها بوتنسيال ديفلوبمون اللي هي تنجم تكون معناها انتريسانت لهم في المستقبل. انت اكيد عندك، نعرفش، تفضل. لا انت حبيت ندخل في معناها المخرجات نتاع تيكاد، اكيد عندك فكره على شنو عملنا احنا تونس، قطاع خاص، دوله، اتفاقيات، كل شيء. معناها هل مانيش نحكي بالديتاي تو، نجو بعد الديتاي، اما مقارنه باللي كنت تتوقعه. نحب ناكد على حاجه، ربي سامحني، تيكاد راهي من عام 93، لازم نقولوا هذه الدوره العاشره، عندها 30 عام راه. وانت كبلد كتونس وقع استدعاك لكل الاتيكاد، ولنذكروا ان اتيكاد 7 لم يقع تمثيل تونس في اعلى مستوى في يوكوهاما، وفي كينيا نون بلو. وقت اللي البلدان الاخرى مشات بمعنى كيما ريت لهنا بالضبط،
رئيس دولة يتحاول مع وزراء ومع رجال أعمال ويحاولوا ياخذوا معناها الباي نتاعهم من التظاهرة هذه. دونك تونس علمت بالتيكاد عندها سنتين بالتنظيم بوريتر كلير. معناها دونك أنا حسب رأيي عامين كافية باش تنظم وعد وكا 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 وكمشاريع يلزمك تحضر إذا أنت انتريسي بتبعتها. تحضر مشاريع اللي هما يكونوا كونفانكون معناها مقنعين للجانب الياباني، خاطر الياباني حطت في الاخر 30 مليار دولار لتيكاد 8، 20 مليار دولار لتيكاد 6، دونك ثم 10 مليار دولار زايدين لافريقيا، لافريقيا 30 مليار دولار اللي هو الانتاج الخام التونسي تاع التونسي الجمهوريه التونسيه اللي هو 110 مليار دينار حسب ما نتذكر انا. دونك هذا يمثل الانتاج التونسي معناها الخام نتاع طيلة السنه معتبر، ولو كان نحكيه لهذا موجه لافريقيا نوليو نسبه شويه. اي لكن كي تاخذ منه انت 2% 3% 4% انت مجهودك 10% سي تري زومبيسيور. دونك التحضير للمؤتمر هذا يلزم يكون، وكان كارو يلزم يكون على وجهتين، الواجهه التنظيميه بطبيعه الحال البروتوكوليه هذاك موضوع، لكن الواجهه الاقتصاديه كمشاريع موضوع اخر. انا نعيب على الدوله التونسيه ونجم نقولها بكل صراحه وكل تلقائيه، وهي بلادي ابريتو، مانيش باش نقول في قلاخ براني، احنا نحكيو تو في بعضنا، وانها اللجنه الوطنيه لتنظيم تيكات وقع احداثها في فيفري 2022. معناها شنو تنجم تستنى انت من ستركتور وقع سنها ولا ست شهور قبل خلقها، ست شهور قبل الوقت اللي انت عندك 24 شهر. وما نجموش نقولوا امور سياسيه، ما عندها حتى علاقه بامور سياسيه، بربي كل مره واحد يعني يقول لكم امور سياسيه، لا لا لا، تنظيميا واداريا كنت نجم تاخذ قراراتك قبل على الاقل 16 شهر 18 شهر عام ونص نقولوا احنا، لابروف الشامبر نتاعنا بين هيكل صغير وشامبر دو كوميرس من اصغر الشامبر الموجودين في الساحه خواص. دونك عندنا 6 ناس خدموا عليها هذه ماكسيموم. سيس بيرسون خدموا على برنامج، لكن برنامج مسطر من ديسمبر 2020، واحنا نعرفوا رواحنا باش نوصلوا ويجي لو دي بيان ولا ديكلاري، وموجود هذا في المؤتمرات اللي عملناها في مارس ولا افريل 2022 باش نقدموا اخر مؤتمر، وفي ماي 22 باش ننزلوا اول نسخه من الكتاب الابيض، وهذا هو اللي صار. دونك احنا ما كناش نتصوروا انه فما صعوبات، لا لا، صعوبات نجم تصير، لكن انت اعمل برنامجك وحاول باش تحلو مالغري كوفيد، مالغري كوفيد ونا ريوسيكم. قلت لي قبيليك اللي الجانب الياباني اكتشف تونس، هل الترجم هذايا في الحصيله نتاع التيكاد؟ لانه نعاود ونذكر، هل الملتقى هذا ولا المنتدى نتاع الاستثمار هذا هو في شكل تنافس، شكون اللي يحوز على التمويل لمشاريعه اللي قدمها؟ تو كنت تحكي لنا على لجنه تعملت عندها 6 اشهر، ما نعرفش شنو تقييمكم انتم في غرفه التجاره والصناعه التونسيه اليابانيه لمقترحات هذه اللجنه. والله اللجنة الوطنية تيكاد هي قامت بتنظيم معناها الرسمي من الحكومة التونسية، وهي تعاملت مع الوزارات اللي معنية بتيكاد، وهي اللي درست المشاريع اللي تنجم تقدمهم لتيكاد. احنا ما عندنا فيهم حتى علم الحقيقة. لا لا، نسأل على تقييمك انت. لا لا، ما نعرفوهمش. يعني الغرفة الاقتصادية بين تونس واليابان تعرفش المشاريع المقدمة؟ لا ما نعرفش، وما طلعوكمش عليهم؟ ما طلعناش عليهم وما نعرفوهمش، وعلمنا بهم ولا علمنا بعض بهم في الندوة الصحفية اللي عملوها كيما الناس الكل، كيما اليابانيين كيما غير اليابانيين. وهنا نحب نأكد وانه كنا احنا نجموا نعاونوا برشا في هذا. كيفاش؟ خاطر احنا باتصال مع السلطات، مع المنظمات اليابانيه، السيكتور بريفي الياباني كله تعاملنا معاه عن عام ونص. نحكي على جترو، نحكي على جابان، بس تعرفوا شنو المشاريع اللي ممكن مش نعرف برك، ما نعرف نقدمها حتى قبل تيكاد. عندي التواصل انا تمهد مهد بطبيعه الحال. ثم مانع يخلي انه خاطر ثم حاجه ما فهمتهاش، علاش يقول 81 مشروع ما يعرضوهمش؟ ما يورو بريفي، سامحني اون كونفون با ال 81 مشروع هي اللي قدمتهم الغرفه للسيكتور بريفي. اوكي، المشاريع الدوله التونسيه هذيك تقدمهم الدوله التونسيه في نطاق تيكاد، وعنوا عليهم في معناها في ندوه صحفيه. انتم كغرفه طلبتوا شيء من اللجنه هذه تعطيكم حتى فكره على شنو المشاريع اللي قاعده تعد فيهم باش تقدمهم؟
طلبنا وي طلبنا. شنو كان الرد؟ مانتور بيز رد وانو مازلنا نحضروا، دونك مازالوا يحضروا في الليست هذه في القائمه هذه، وما عندناش حتى فكره الحقيقه. ثم مانع يخليهم ما يعلنوش على والله انا انا راي مانع غير منطقي حتى كان ثم. اولا ساعه مش لازم تقدم 700 مشروع، قدم لي 6 7 10 اللي هما فيزابل وبانكابل وبيبيابل، احنا نقولوا بيبيابل خاطر اكثر المشاريع هي بي بي بي. هذه حاجه. ثاني حاجه حتى البي بي بي نحكي عليه فيه بي، الاولانيه بابليك والثانيه برايفت والثالثه بارتنرشيب. دونك الثانيه البي اللي هي برايفت، شكون باش يخدمها البرايفت؟ البريفي. معناها اذا انت عندك مشروع بي 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 وتقصي لا بارتي بريفي، ولا عندك بي بي وكاهو بابليك بارتنرشيب تولي. دونك انت باش تتعامل مع البريفي يلزم تقدم له وتعلمه، خاطر باش يساهم، راهي مساهمه مش معناها تداخل في الـ في الـ في الـ في القطاع العام الخاص. لا لا بالعكس، تكامل هو نجم نقول. بما انه التيكاد هي من اصلها 90% بريفي، جو دي بيان 90%، وهذا سو لا باز دي ستاتستيك باسي، معناها التيكاد 7 و6 اكسترا 90% بريفي و10% بي بي بي. معناها البيلاترال ما بين الدوله التونسيه والدوله اليابانيه هذا كيتعمل اون مارج دو دو دارتيكاد، سي با التيكاد. التيكاد هي بي بريفي والا بي بي بي. دونك لي بروجي بي 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 تونيزيان اللي كانوا ينجموا يتقدموا في التيكاد ويت، كانوا ينجموا يصيروا بالتعاون وبابداء الراي من طرف الغرفه التجاره التونسيه اليابانيه ولا بعض الهياكل الاخرى بطبيعه الحال تمثل السيكتور بريفي، وتبادل الافكار وتقديم الافكار اليابانيين قبل 3-4 شهور بطبيعه الحال من انعقاد بعد، كنا نجموا نعملوا فيدباك من عند اليابان يقول لك هذا البروجي اللي تريز انتريسون، هو ديجا عندي دو ملتي ناسيونال كي سون انتريسي ديجا، وقت اللي هو يجيني لهنا ديجا هو مركز على مشروع هذا كل ما صارش في تونس. دي موا احنا دو نوتر بار ما في بالنا بشيء، احنا كغرفه التجاره التونسيه اليابانيه ما في بالناش. دونك هو تقاسم المعلومه وهذه ما تنجم تصير، معناها شنو الهدف نتاعك انت؟ هو راهو الهدف كي تقول لي انت مشروع الدولة التونسية، خويا عندك الحق وعندك إدارة تقوم به، هذاك علاش قلت لك هل ثم مانع دراسات؟ لكن بي 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 أنت بيدك تقول بي بي برايفت معناها بريفي، البريفي ما تنجمش تخدمه هو بي 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 وحدك، معناها حتى منطقيا ما تجيش، خاطر عندك بي واحدة منهم ناقصة، هما ثلاثة ويقعدوا لك دو. دونك امبليكي لو سيكتور بريفي في الدراسة، ماناش اتونسيون مش معناها احنا باش نحلوا مشاريع الدولة، احنا عندنا معنا دي بارتناريا مع دي بيرو ديتود انترناسيونو مع معناها منظمات يابانيه في القطاع الخاص اللي تبدي رايها، مش انا باش نبدي رايي كاش غرفه. معناها نفهم من كلامك انه التنظيم اللي نشوفوه بعينينا باهي سافا تعدى باهي، احنا عندنا تجربه في التنظيم. علاش قلنا احنا معناها ثم دو بارتي، لكن ايكونوميكمون اللي به الفائده ما مشيناش بالكدا، ما كناش ناجحين. والله ينجمت روتار، نقول لك خاطرها باش نقول لك حاجه اللي هي منطقيه وانا راها بالتجربه هذه، نحكي بالتجربه راهو انكور اون فوا تيكاد عنده 30 عام وهذه المعنى به. انا راه تيكاد نوف، تيكاد نوف جايه دون 3 زون 2025 ونعرفوها من توا والناس الكل في بالهم ونعلنها هنا. انا راهي في اليابان، في هذه في اليابان تكون هكا، تنجم تكون في اللي هو في اليابان مفيد في اليابان. دونك هاي يا سيدي الاعلان الرسمي تيكاد ناف راهو سيقع تنظيمه في اليابان 3 سنين ابارتي دوجوردي. انو ديوان انو انو معلومه، الديوان الطيران والمطارات باش تبدا الديوان نتاع المطارات هانو باش تبدا تريق المطار من قبل باش ما تحلناش مشروع في ماكش باش تستقبل هذا اي في الواحد في وسط ماكش باش تستقبل به سي سي ناس بالخيريه. اليوم فعليا بعد نهايه هالنهارين نتاع التيكاد ويت الحصيله كيفاش يمكن تقييمها؟ نحكيو هنا على 30 اتفاقية تعاون صارت ما بين اليابان وافريقيا 92 هذا على الاقل الببليي قداش عندكم فكرة قداش يهموا تونس فهل الاتفاقيات اللي صارت عندنا معلومة؟ والله انا حسب المعلومات وكيف كيف انتم الميديا اون برانسيب عندكم معلومه خاطر تتعاملوا اكثر مني انا في التبادل معناها تاخذوا الافكار الميديا المعلومه اللي عندها 30 مثلا والمعلومه اللي عندي 30 راهو نحكيو على افريقيا بين اليابان وافريقيا زاد لا ثم خاطر ثم كيون دي اتفاقيات سابقه وقع كونكريتيزاسيون تاعها ثم خاطر ثم ام يو اتفاق مبدئي وثم اتفاقيات وقع
معناها بصفه رسميه اللي هي من تيكاد 6. وثم مذكرات تفاهم مش حطيتي في معناها برشا برشا انواع اللي انا ريته الحقيقه ما في الميديا مانيش عندي معلومات معناها اللي هي مش معلنه. وانه السيد وزير الاقتصاد صحح مذكرات اربع مشاريع حسب نذكر البارح هذا فهمني وثم وزاره الصحه زاد صحت بعض المذكرات تاع تكوين معناها فما عده مشاريع في ميدان الصحه ثلاثه يمكن ولا اثنين غير هذا ما ثماش لم يقع اعلانه علنا anyway معناها حسب ما نشوفه فيه في الميديا على غير هذا زوز المذكرات هذوما اللي صحوا ما بين السيد الوزير الاقتصاد والاستثمار وسيد وزير الصحه ومعاه بطبيعه الحال الطرف الياباني. هل لكن انا نحب ناكد بربي انا ديما نقول راهو انا عندي طبيعه الباب ديما يقعد مفتوح والامل ديما يقعد موجود. هذا في الما بعد في ما بعد. لكن خلينا توا في البوندون تقريبا احنا سويعات بعد الاختتام. هل في تقديرك هالحصيله هذه مرضيه والا كنا نجموا نعملوا مخير؟ والله اسمعني ثم حاجه اللي هي انا نقول احنا عندي غصه في قلبي. تونس عندها طاقات راهو معناها كي واحد عنده حشاك اولاد نقول احنا لا يبل لا يعل والله نفهمها. ما عندك راهو طاقات مش ما غريبه معناها ومانيش قاعد نقول في خيالها برا نشوف التوانسه اللي تخدم لبرا في اليابان بيد عندنا رئيس جامعه ياباني تونسي معناها جامعه يابانيه تونسي. تصور انت يابانيين يحطوا لك رئيس جامعه تونسي. عندهم علماء يعملوا في البحث توا في تسوكوبا يونيفرسيتي في طوكيو يونيفرسيتي في كذا. عندك علماء يعملوا في معناها دونك تونس عندها امكانيات اللي هي مهدوره. عندك 100% قاعد تستغل في 30 وفي 40%. نقولها بصوت عالي خاطر انا نحكي على بلادي مش نحكي على براني ومش نحكي على واحد باش يعطيني معناها ان بون دو كيسخولاهي نتاع رضا عليا. لا نحكي على خاطر ثم امكانيات اللي مش انا نقولها. العلماء واللي عندهم معناها مراكز الاختبار واللي يشاركوا حتى في التيكاد هذه راهم بعينيهم راهو ترى شباب احنا في المشاريع هذه نقدمناهم نهار اخر ان شاء الله نجي نقدم لك بالمشروع راهو الدوخ الذكاء الاصطناعي معناها يستعملوا فيه. ثم واحد عمل لي فكره ومطورها مش فكره برك مع لوجيسيال دو ريبيكاسيون نتاع المرضى الحشاك اللي معاقين بالانتليجنس ارتيفيسيال. الانتليجنس ارتيفيسيال يقرا معناها المريض ويقرا حاجياته ويطور هو بيسكي سي انتليجنس ارتيفيسيال دونك ينجم هو يتخيل شنو هي البزوان نتاعه ويعمل لك لوجيسيال معناها اللي هو مطابق ليه. عندنا معناها دي برودكسيون معناها دي برودوي اون ديجيتال ولا اون فارماسيوتيك ولا اون بيوتكنولوجي معناها الدوخ. علاش انا وقت اللي راه هذا من ناحيه ومن بعد راه في الناحيه الاخرى معناها نتائج غير مطابقه للواقع نتاع القدرات التونسيه. واتونسيون قلت التونسي حتى في الاداره نقولها بكل نوع المشاريع. عرفت لك علاش؟ خاطر في الاداره التونسيه انا قابلت برشا اداريين في تونس هنا اللي عندهم ايديهم مقبله. نقول لك خويا انا قلت لك نهار البارح في راديو قلت لهم علاش سي فلان علاش ما تعملش هكا؟ يقول لك خويا اسمعني فصل 15 من سنه 78 الملقع عام 68 اللي مع شمون مع كذا كذا راني لا يمكن لي ان اقوم ولا اخذ القرار هذا. علاش؟ معناها انت وقت اللي تجي واحد من الاداره يقول لك راني مكبل حسب المنشور وحسب الواحد وقت اللي لو بريفي نا با سيت امريكان معناها يمشي بيه. وعنده اكثر جرأه. علاش سهلتك على غرفه الصناعه والتجاره التونسيه اليابانيه قلت لي انا ساتسفي فرحان باليابانيه؟ كل واحد قام بخدمته. انا فرحان خاطر انا قمت بواجبي. هما في الجانب انا قمت بواجبي انا نحكي على المشاريع. اي مشاريع هذوما توا نجموا نحكيهم على ما بعد التيكاد ولا تحب عندك سؤال اخر؟ انا حبيت بالنسبه للتيكاد فيما يخص القطاع الخاص. القطاع الخاص احنا شنو شنو اهم عندنا برنامج خاطر عندنا تيكاد ناف اللي هي دون 3 ans ثلاث سنين. في الثلاث سنين هذا عندنا برنامج نتاع المشاريع هذوما باش نحكيو مع اليابانيين اللي هما انتريسي بهم خاطر باش نطوروا الفكره مع اليابانيين في كل دومين. دونك باش نعملوا لقاءات اما ويبينار ولا سير بلاس اون فيرا بيان مع كل سيكتور باش نقدموهم لجماعه اليابانيين باش احنا نحاولوا باش نقوموا باتمام المشاريع ماكسيموم بطبيعه الحال فيهم. احنا كي نوصلوا من 80 نوصلوا مثلا 30 ولا 25 مشروع قبل تيكات 9 نبداو فرحانين.
دونك المفيد هو التواصل الكونتينيتي. لازم الخدمه تبدا من تو على تيكاد 9. اي خاطر كل المشاريع لازمها تتوثق وتتصحح قبل تيكاد 9 على الاقل بسنه ولا بثمانية شهور. كما صار في تيكاد 6 راهو تيكاد 6. انت عندك خبره مع اليابانيين، مراهنه على اليابانيين ناجحه، لانه احنا كي نجي نشوفوا مثلا جيترو نلقوا في الكلاسمون نتاع اجتذاب المستثمرين اليابانيين نلقوا مثلا كينيا في المرتبه الاولى، بعدها نيجيريا، بعدها الافريك دو سود. هذيك البلاد مش جترو، هذيك البلاد اللي هي قدمت لو كادر انستيتيسيونيل لو كادر نتاع لانفستيسمون اللي هما تحكي عليهم كينيا وجنوب افريقيا اللي هما مطابقين لانتظارات اليابان. سؤال، اسكو انت عندك في تونس ما يرضي الياباني المستثمر الياباني؟ بتقدر عندك ما يرضي المستثمر الايطالي، ما نعرفش انا. سؤال اخير سي نصر الخيريه، سؤال اخير حكيت قبليك على اهميه ما بعد التيكات. شنو اللي يلزم نعمله اليوم باش اذا كان فما امكانيه لتلافي النقص اللي صار في تقديم المشاريع في الدوره هذه نجموا نتلافاو؟ تحكي على الببليك. اي ببليك. ببليك ظهر لي يعني المشاريع اللي هما الاهم في الجانب العمومي. احنا عندنا بلان داكسيون راه سي 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 تابلي سي تي ديفيني اليوم اليوم بيه. اليوم عملنا اجتماع الصباح وقررنا باش نقوموا بالتحركات ابارتير دو موا من اليوم، معناها في يمكن في نوفمبر باش نقوم نبدا بالتحركات معناها معناها فير جابون بور بريباري. اعطيني في العموم. في العموم يلزم ظهر لي المشاريع اللي عندها الدوله محطوطه توا في كتيب حسب ما سمعت انا وما ريتوش الحقيقه، يلزم ظهر لي كان ناخذوا منهم جي دي بيان، ناخذوا منهم 10 ماكسيموم، 10 ماكسيموم جي دي بيان 10، ظهر لي فما فوق ال 40 10 ونخدموهم بطريقه علميه اللي تجلب انتباه نتاع اليابانيين ونحاولوا باش نخدموا معاهم. واحنا الغرفه هنا نجموا نعاونوا بعلاقاتنا مع القطاع الخاص في اليابان اللي هو من المفروض يصير قبل هذا بعض المشاريع من المفروض يصير قبل التيكاد هذا مش ممكن نجم يترطى. جزيل الشكر لك سي ناصر بالخيريه كاتب عام غرفه التجاره والصناعه التونسيه اليابانيه. الاخبار